لماذا قال الله تبارك وتعالى فترى الودق يخرج من خلاله؟ يخرج من خلاله. يعني هم قالوا دي حاجه عاديه قوي، ما هو المطر ينزل منين يعني؟ من بره؟ ما هو من جوه برضه. فالقرطبي كما قلنا قال من وسطه، من وسطه. وجاء بامثله فجاسوا خلال الديار اي وسطها، وفجرنا خلالهما نهرا اي وسطهما. سبحان الله. اذا القران اعطانا، رسم لنا صوره لغيمه ركاميه تشبه الجبل، ينزل المطر من وسط الغيمة. يعني إذا كانت قاعدة الغيمة هكذا، هذه القاعدة، فنزول المطر يكون من هنا، من الوسط، من الوسط. هذه الصورة رسمها القرآن. طيب إذا صورنا غيمة ينزل منها المطر على مدى ساعة ساعتين، ثم قمنا بتسريع حركة الفيلم، ماذا يمكن أن نشاهد؟ هذا ما قام به العلماء في ولاية أريزونا، لأن هناك صحراء كبيرة وممتدة وفيها مساحات هائلة، فقاموا بتصوير هذه الغيمة. وسبحان الله، نفس المشهد الذي صوره القرآن رآه العلماء هناك في ولاية أريزونا في أمريكا. هنا هذا منظر بالطائرة، سحاب ركامي، وهذه الصورة حقيقية، والمطر الغزير يتدفق من وسط الغيمة. انظر، يا سبحان الله، وهذه صورة حقيقية، مطر غزير يتدفق من وسط الغيمة. يا سبحان الله. وهذه صورة أخرى، انظر، من وسط الأطراف لا يوجد فيها شيء، الوسط. فترى الودق يخرج من خلاله، من خلاله، أي من وسطه، من وسطه. سبحان الله، يعني من كان يدرك هذا المعنى؟ من كان يدرك هذا المعنى فعلا؟ دقيق جدا يعني. يعني إذن هذه حقيقة علمية احتوى عليها القرآن الكريم، وجديدة، لم يتطرق، ولم يعرفها أحد من قبل. انظر إلى هذه الغيمة الركام مثل الجبل، انظر القمة، كأنها شجرة يا دكتور، كأنه جذع شجرة سبحان وفي الله. وسط الشجرة سبحان يعني. الله سبحان الله، يعني انظر هذا المشهد، لأن الله الذي خلق تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. سبحان الله، حتى التصوير للجبال، حركة الجبال، شبهه بحركة الغيوم. وهذه الصورة من الطائرة، منظر من الطائرة لمطر غزير يتدفق من وسط الغيمة كما نشاهد، بشكل يعني والله إن الإنسان لا يعجب. يعني ما الذي يقوله الملحدون عن القرآن؟ يعني ما الذي وجدوه يناقض العلم؟ طيب لنفرض، بالعكس ده هو أسبق من العلم. لنفرض لا يوجد شيء جديد، ولكن ما الذي يناقض العلم؟ يعني ما الذي يمنعني أنا من أن أتبع القرآن الكريم إذا كان بهذه الدقة العلمية؟ يعني إذا تحدث القرآن عن نظرية علمية فهي حقيقة مؤكدة. نعم، انظر إلى شعاع البرق كيف ينزل من وسط الغيمة أيضا، لأن الآية ربطت بين الودق، ثم قال يكاد سنا برقه، أي برق الودق، هذا الودق أو هذا يذهب السحاب بالأبصار. يذهب بالأبصار. لم يقل يكاد برقه، يكاد سنا برقه، لأنه لو قال سبحانه وتعالى يكاد البرق يذهب بالأبصار لكان هناك خطأ علمي. لماذا؟ لأن البرق إذا اقترب من الإنسان يتفحم خلال جزء من ثانية، الإنسان نفسه. نعم، إذا صعق البرق مباشرة، لذلك قال يكاد سنى برقه، أي شعاع برقه، ضوء برقه. انظر إلى الدقة، يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار، إنما البرق نفسه لو قرب انتهى الإنسان. طيب النبي عليه الصلاة والسلام من أين امتلك هذه الدقة في الكلمات؟ وهو الذي كان يجاهد ويقنع المشركين، وفي زمن النبي كان الناس يعبدون الأصنام، لم يكن يحاور علماء، يحاور عبدة الأصنام. فلماذا يأتيهم بهذه التعابير العلمية ويخفيها لتظهر في هذا الزمن؟ نحن الآن في القرن 21، سبحان الله. Yeah.
يذهب بالأبصار